باش راح نصور معكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد. سو انا اليوم كاين في الودايه، عندي واحد الدعوه من واحد الجمعيه اللي غادي يهضروا على واحد الكتاب خاص هنايا بالودايه، الحوز مراكش. راه دابا بالضبط كاين حدا الجماعه ديال الودايه، تعرفوا على الودايه وتعرفوا على التاريخ ديال الودايه، غادي تعرفوا على بزاف ديال الحوايج على الودايه ما كنتوش كتعرفوا. هذا الكتاب هذا ما يبقاو معنا ما تمشيو فيه. شكر كبير للقضاء الكريم، شكر لكل شخص غيور على منطقه الوداد. اتشرف بالاساتذه الكبار الذين كتبوا كتابا حول تاريخ الوداد. الشكر الجزيل للاستاذ الحسن شفيق والدكتور رشيد شكور. اليوم اتشرف بندوه ثقافيه حول تاريخ منطقه الولايه في حوز مراكش من خلال قراءه في كتاب انوار على الهامش. الفرع العربي المعقدي
فقط تحق بالأشراف السلبيين والعلميين. أما القسم الثاني من هذا الكتاب قد خصصه صاحب الكتاب لنفسه وتحليل الأدوار، وقد فصل هذا القسم لثلاثة فصول تناول فيه فصلا تدريجيا حدد فيه علاقة الزاوية بمفاهيم أخرى كمفهوم الروبوت ومفهوم التقنية ومفهوم الزاوية، وخصص الفصل الأول للحديث عن الزوايا الشرعية للبلاد الفيس ودورها المحوري والأساس الأحداث التي عرفتها من القرن الثاني عشر وميلادي إلى القرن التاسع عشر ميلادي. أما في الفصل الثاني فقد تطرق الكاتب إلى تاريخ الزاوية الشيخية استدعيس الشيخ التي جاءت من منطقة الشرق المغرب الجزائر في نصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي الفصل الثالث فقد رسم الكاتب أهم التحولات التي عرفها الزاوية السيسوية من زاوية صوفيا إلى مدرسة القرآنية ثم إلى تجربة السكان خلال القرن الهجري. أما عن تسمية المجال مدلوش فقد حدده بدقة من خلال الوقوف على معنى كل حد منها في مقدمة الكتاب من خلال تناوله مفهوم بلاد المصامدة وبلاد المفلس وبلاد المرابش انطلاقا من العام الخاص. لقد حول هذا الكتاب على عدة حالات تاريخية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أساسية في تاريخ المغرب بصفة عامة وفي تاريخ المنطقة بصفة خاصة، ومنها تاريخ المنطقة ولا يخفى عليكم تاريخ جبل أحد الذي أرجع الباحثون إلى حوالي 100,000 سنة أو ما بين كذلك 100,000 سنة، ثم تاريخ مدينة نفيس قبل ظهور مدينة مراكش التي كانت فيها قبيلة زميلة، ثم تاريخ وجود الرومان، وهنا فقط أحد الكاتب يعني طورة المعلومة التي تاريخها حيث نجد الباحثين يرجعون أن تواجد الرومان كان في حدود نفيس الذي يوجد على طول وادي الأمويات ثم وادي الأبيرقار. أما الكاتب فقد وقف على نصوص مصرية واثبت بتواجد العنصر الروماني في مدينة نفيس، ثم تناول تاريخ الفتح الإسلامي وتواجد كذلك الفاتحين الإسلاميون والمسلمون في منطقة نفيس وتاريخ بناء مسجد طرف عقبة بن فهد بن نافع. ثم كذلك تناول قبيلة زميلة وهي قبيلة كانت في زعم قبيلة هلالة حول حمى مراكش، فقبل بناء مدينة مراكش كانت هذه القبيلة لها صيت ولها قوة كبيرة والاتحاد كبيرة، وكانت في زعم قبيلة هلالة، وعندما جاء المرابطون أول ما نزلوا بالرومات، ثم عندما أرادوا أن يبدلوا المكان يعني وجدوا جميعهم مكان كان بين قبيلة زميلة وقبيلة هلالة هي أو هلالة، فهذه القبيلة كانت متواجدة في قبيلة مجال نفيس وقد فصل فيها الكاتب تفصيلا جيدا. ثم كذلك عرج على تاريخ الغلبة وما ذلك من الغلبة وهو السقطي في الإسلام في منطقة غرب مراكش وما كان لها من نزاع مع الاتحاد أو الإمارة التي كانت خارجة عن الدين الإسلامي وهي إمارة الغواطة. سو هاد الندوة كتهضر على الكتاب ديال الوداية على التاريخ ديال الوداية. الصراحة أنا ما كنتش نعرف بزاف الحوايج على الوداية يعني كتنتمي لمراكش، ولكن من حضرة هذه الندوة هذه عرفت بزاف ديال الحوايج على التاريخ ديال الوداية. أنا عجبتني الصراحة وغادي نبارطاجي معكم الكتاب إلا كان بي دي إف نبارطاجي معكم تحت في الديسكريبشن. حنا دابا كاينين في الجماعة ديال الوداية. بصراحة التاريخ ديال الوداية من عاد الموحدين والسعديين والصوفيين يعني الصراحة أنا عجبني بزاف هذه الندوة هذه، ويلا نكملوا الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على شرف المرسلين. بداية نشكر فخور هذه النساء والمجاهدات يعني صراحة أنا جد فخور بالتواجد من الأعداد المهم، وإن دان هذا الحضور إنه يدل على أن أهل البداية وأهل البداية شغوفون بتاريخهم شغوفون بالمعرفة شغوفون بالكتاب في زمن قل من يهتم وبإذنكم أشكر جميعكم ويوتبعهم التي اختبرت هذا اللقاء وكان سبقا في ذلك، ونشكر كذلك المجلس الجماعي للولاية التي وفرنا على الفضل. إذن كلمتي وكلمة الدكتور رشيد ما هي إلا تحديث قراءة الكتاب، يعني في الحقيقة أنا ما أشرح لكم تفاصيل
القلم تم نشره وهو بين ايديكم وهو الان في ملككم وليس في ملكنا. فهذه هذا اللقاء مهما هو الا محاوله لتقريره منكم واعطاء النظر فقط. سانطلق مداخلتي بمقوله للفيلسوف السخريه ايميل سورا قال وهو يتحكى في الكتاب قال ان لا مسار للكاتب افضل من اسباب احساسه بالعرب. هذا فيلسوف عنده شيء اخر وهو في قبيله تسميه الاسم هو اسم يعبر لما اصف هو ازلال وازلال اسم مشتق من كلمه زل ازل هو رجح ان هذا الفخر هو اللي بقى في النواحي ديال السماء ربما بدلنا ذلك هذه السنوات الاضطرابيه ان مستوى الطبري كتب له ان يتوقف في قسم اللحظات في السابق ومع وجود الاخرى ان حكى بالداد مرتبك الى الذي ان حكى بالداد مرتبك ووظف النحو والاعراب حين حكى وعاش بين الاولى تلهوب قابلهم دهرا فما غاب في لغو وما اشترك اهدي بدادي واحساسي وناغيتي وما تملك خفاقي وما ملك ما زلت اسمع من بالهمس يسالني اتنظر الزهر من عينيك ام حسك كانما النطق صوت الناي قلت له لما فؤادي تحرى الصدق ما افك وحين صرت من المعنى بمقربة خشيت أن يكتموا للحرمة انتهك يا أيها العربي الحب يخبرني كل القصائد يهديها الفؤاد لك من واقع في فمي طالت مرارته أو ما علمنا بأقلامي وبي وبك قديما أداب الصخر حين بكى لأنك الفارس المغوار من زمن يجري بعيرك في الضرباء ما فلك أشعلت في جسد النيران منتصبا أضيء أطراف ليل عندما حلك أشكو أتسمعني أشكو أتشعر بي أم بين قلبين ذاك السد قد سمك يا بنت دمعي إن استعصى تدفقه غيت على وجه أرض قحطها وشكا لما تمنى بهاء الحرف أو سمة ألف صفوفا وأعداء ومعتركا شعري أنا العربي يطح زوبعة تحرك الصخر والأنهار والبركة أرميك يا قلمي قد أكتفي بيدي سيان سيان ممسوك ومن مسك مستوطني عربي في فمي لغتي وألف فكر بإحساس قد اشتبك إن كرم العربي القوم إن كرم العربي القوم أسألهم أصاعد الدرجات أنهر دارك والله قد تعب المعلاق من حكم والله قد تعب المعلاق من حكم وكل كفر من التكرار وارتهك فما بحر شعري سوى بحر تغوص به فاستخرج اللؤلؤ المكنون أو سمك أخشى على الخرف إن أهملت رونقه والحرف في الحرب إن لم ينتصر هلك يا رب يا رب أنت المستعان فكن عونا لأرض أهلها إخوان غناء تخبطها على أمن بها وتراب طيب الدان واحفظ أمير المؤمنين من العدا واحفظ ولي العهد يا رحمن والسلام جاتكم الندوه واش مزيانه ما يبارطاجيو معايا الاراء ديالكم في التعليقات. السلام عليكم معكم جماعة
100% تضامن. كنشكروا الحضور الكريم اللي حضروا الندوه الثقافيه ديال اليوم، للكاتب يعني حسين شافي اللي دار هذا الكتاب على تاريخ الولايه. تاريخ الولايه كنفتخروا به حنا كمؤسسه النور اولا. كنشكر كذلك اللجنه المنظمه وحتى اعضاء المكتب ديال اللجنه ديال جمعيه النور. وجمعيه النور في بدايتها يعني تاسست في 2020 في ظروف ديال كورونا، وحاليا كتشتغل على مجموعه ديال البرامج. يعني كاين مجموعه ديال الانشطه اللي هي متداوله حاليا. حاولنا اننا نديروا 4 ديال اللجان للاشتغال: لجنه ديال التكوين، لجنه ديال التنشئه، لجنه ديال التطوع، ولجنه المبادره. حاليا المؤسسه كتستقطب مجموعه ديال الشباب. هاد الشباب هادو كينشطوا في الودايه وفي المناطق المجاوره ليها. كذلك عندنا شباب من منطقه السويله اللي كاين يعني المبادره في اوجه العطاء ديالها. وكنشكروا الجميع اللي ساهم في هاد الندوه هادي، يعني واللي المدعمين كذلك اللي ساندونا، وجنود الخفاء اللي دعمونا كذلك. وشكرا للجميع، وشكرا للطاقم التقني، وشكرا كذلك للاعلام اللي داروا تغطيه لهاد الندوه الثقافيه. وتحيه خاصه، وما تنساوش انكم تواصلوا مع مؤسسه النور، لانها عندها شعار واحد اللي هو تنميه منطقه الودايه. وشكرا.